إنجاز الدرجة المعهد العالي على الاحتفال به، ولكن هذا العام هو أكثر تميزاً لأنه المعهد يلبس حلة جديدة الواقع. أعيد تأهيل عدد من قاعات التدريس، قاعات التمثيل وقاعات التدريب على الرقص تأهيلاً كاملاً، وهذه هي المرة الأولى التي يعاد التأهيل فيها لهذه القاعات التي يعني أصبح شكلها مختلفاً، سعتها مختلفة، الإمكانات المتاحة فيها، التقنيات المتاحة فيها للطلاب وللأساتذة للحصول على أفضل نتائج ممكنة أصبحت مميزة أيضاً. افتتحنا أيضاً المعرض السنوي للكتاب في المعهد. رأت الهيئة مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بإقامة معرض كتاب يضم نحو 500 عنوان من الكتب المتخصصة تقريبا بالفنون المسرحية والسينما، فهو يمكن القول أنه معرض متخصص ويستهدف طلاب وأساتذة المعهد وجميع المهتمين بالفنون المسرحية. نحن اليوم نعتقد أن المعهد يسير باتجاه صحيح، دورات وورشات عمل تخصصية، سعي لأن يكون المسرح فن يؤمن فيه أبنائنا ويخرج الاختصاصات الخمسة اللي معروف المعهد عنه فيهم، إضافة لأنه نجعل من يوم المسرح العالمي مناسب لنؤكد على أن هذا الفن يعنينا ويعنينا أن يكونوا خريجينا دائما نوعيين باختصاصاتهم وبالنتائج اللي بيحققوها بسوق العمل.